مرحبا برج الثور، هذه قراءتك العامة. راح نلقي فيها نظرة بشكل عام على الأمور، الصعيد المالي، الصحي، العاطفي، وأيضا الأخبار اللي أنت متوقع أنك تستلمها أو تنتظرها. الطاقة عندك بشكل عام يا برج الثور هي أنك غير متأكد، يعني أنت عندك كأنما أنت قدمت على وظيفة أو عندك أشخاص موجودين معينين في حياتك غير متأكد بخصوص نواياهم، عندك طاقة عدم التأكد. فالتار اليوم قاعد يخبرك بحقائق الأمور ويساعدك أن أنت فعلا تتأكد وتكون واثق من إن شاء الله قراراتك في المستقبل. أول شيء عندنا Page of Swords أو Princess of Swords، طاقة المراهق. ليش؟ لأن أنت لحد الآن أشوفك غير واثق من الخطوة اللي راح تاخذها أو الإجراء اللي راح تاخذه بخصوص أشخاص معينين في حياتك. في ناس صار لهم فترة في حياتك من الماضي وجودهم مو صحي، ما عاد يخدمك، يعني موجودين لمجرد أنهم يرونك وجه ومن ثم يذهبون يتكلمون عنك وراء ظهرك، أو أنهم يحاولون يخربون عليك بأي طريقة ممكنة. هؤلاء الأشخاص هم اللي أسميهم العدو برداء الصديق، يلبسون لك وموجودين حولك على أساس أنهم أصدقاء يريدون مصلحتك، يسألون عنك بطريقة أن فعلا هم مهتمين من أجلك، ما الذي حدث بخصوص مشروعك، ما الذي حدث بخصوص علاقتك، ويأخذون كل أخبارك، يأخذون منك كل تطوراتك الجديدة وآمالك بخصوص المستقبل، يفشون أسرارك، يتكلمون عنك وراء ظهرك، ومن ثم إذا عندك أي شيء جيد قادم في المستقبل يحاولون أن يخربون عليك بأي طريقة ممكنة. أنت لحد الآن احتمال هاي الأشخاص ما تعرف منهم أو مو متأكد بالضبط، يعني ليش عندك طاقة السيف الصغير؟ لأنك لحد الآن لم تجد مكان الألم، موضع الألم، لحد الآن لم تكتشف هاي الأشخاص، ولكن احتمال في المستقبل أيضا راح تتكشف لك الحقائق أكثر في أكثر. كل ما أنت خطيت خطوة زيادة في حياتك بخصوص مشاريعك بخصوص آمالك اللي راح تحققها إن شاء الله في المستقبل، هؤلاء الأشخاص راح بالفعل تشوف وجههم الحقيقي. فلا تخاف، هذه طاقة اكتشاف، كان في شيء مهم لازم تكتشفه من زمان وراح تكتشفه مع الوقت. لا تدع هؤلاء الأشخاص أو هذا الشيء يبطئك أو يخيفك من أن تنتظر المستقبل المبهر، ولكن نصيحة واحدة بسيطة أن كن حذر إلى من تفشي أسرارك في هاي الوقت. إذا كنت مقبل على عمل، قدمت على وظيفة، قدمت على فيزة هجرة، حصلت على عمل جديد، بغض النظر احذر، أنت قاعد تتشارك أخبارك مع من فقط، هذا الواجب عليك تعمله، لأن هاي الأشخاص أوتوماتيكلي في المستقبل راح ترى وجههم الحقيقي. على الصعيد المالي أنت عندك ثلاث الخماسيات، أرى أن احتمال في الفترة السابقة كان عندك بطء في النمو العملي، الوظيفة أو المشروع، كنت غير متأكد أنه وين راح تتجه في المستقبل، ولكن راح تلاحظ أنه طالع راح يكون لك قبول جدا قوي في محيطك، راح تبرز في محيطك، راح تبرز إلى المجتمع، الناس راح تبتدي تعرف اسمك. ثلاث البنتكلز دائما تتحدث عن قصتها إنه يعملون والناس تبدأ ترى نتائج عملهم، الناس تبدأ، هؤلاء الأشخاص يعملون، الناس يبتدئون إنه يمرون وفعلا ينتبهون إلى العمل الجيد الدقيق اللي يسوونه هؤلاء الأشخاص. فالناس راح تنتبه لك في هاي الوقت، راح يبتدون يسألون عنك، يطلبون أنهم يتعاملون معك كعملاء، ككستمر، كتوظيف، راح يكون لك جدا قبول. كل اللي عليك تسوي أن أنت فعلا تستغل هذا الشيء وتبرز نفسك بدل ما أن تكون جالس متملل أو متشائم، فعلا اعمل، لأن هاي الفترة وقت يسلط عليك الضوء فيه وأنت تستحقه، هو نتاج أعمالك في السابق.
فلا تخاف أو لا تكون يعني مثلا خجول أن الأضواء تسلط عليه في هاي الفترة. إن صار لك فترة طويلة ساكن وتنتظر هاي اللحظة اللي تبرز فيها واللي أنت تستحقها. احتمال أيضا أن تلتقي بشخص معين تكون لك شراكة جدا مثمرة على الصعيد العملي، يعني في شخص راح يأخذ بيدك يعلمك أسرار هاي التجارة، أسرار هاي العمل، طريقة معينة عشان أن تأخذ حياتك إلى صعيد أفضل، مادي، نجاح أفضل. راح يعلمك يعني أسرار المهنة. أو أيضا احتمال أنه راح يدخل حياتك عن طريق البزنس، العمل اللي أنت تقوم فيه، شخص يحبك أو شخص يبدي اهتمام، يبدي إعجابه. ما الذي سيحدث في المستقبل؟ أتوقع لأنه هو عن طريق العمل راح يأخذ وقته، يعني هاي الشخص راح يكون حذر لأن التقاك عن طريق رسمي شوي، فراح يكون حذر في التعبير عن مشاعره وإعجابه فيك. ولكن أيضا احذر إن في عز ظهورك وفي عز انتباه الناس إليك إن أنت فقط، عملك فقط، ليست حياتك الشخصية. حياتك الشخصية ملك لك أنت، أنت فقط اللي تبرز حق المجتمع. أعمالك، حرفتك، تجارتك، خدماتك ما في مشكلة، خلها تبرز وخلها تكون ظاهرة وبشكل عام للناس، ولكن حياتك الشخصية دائما خل عليها قفل. مثل ما أخبرتك هني، أخبارك الخاصة، خطواتك القادمة لا تخبرها إلا فقط لشخص مقرب وشخص تعرف أن لن يخبر أي أحد ثاني بأخبارك. هاي جدا مهم، لأن أرى أن هاي الأشخاص لما ما ينفع أسلوبهم المعتاد معاك ويرون أنك ابتديت تتجه نحو حياتك ونجاحاتك، راح يبتدون يلبسون رداء آخر، يتحولون من طاقة الشيطان إلى طاقة العشاق. برج الجدي عندنا برج الجوزاء، فراح يحاولون أيضا يتلونون مرة أخرى معك، ويبدون لك أيضا أنهم لا، ناس زينين، نواياهم طيبة، هم كانوا أصلا من زمان يحبونك، من فترة طويلة يحبونك، يريدون أن يصبحون أصدقائك أو يصبحون معك في علاقة أو ارتباط. ولكن احذر من نوايا هاي الأشخاص، هاي الأشخاص أشوفهم من الماضي عندك، وبعد ما يرونك أن أنت راح تبرز للمجتمع راح يحاولون يدخلون في حياتك وينتفعون من نجاحاتك، فكن حذر. هذه هي الرسالة لك. على الصعيد الصحي عزيزي برج الثور، عندك Prince of Cups، فارس الأكواب، وعندك كرت العدالة هو كرت برج الميزان. أرى أن عندك مشكلة بسيطة، تحسس معين في العين أو حتى في سائر أعضائك، في مشكلة بسيطة فيها شيء إما زائد إما ناقص، مختل الميزان عندك. احتمال عندك زيادة مياه في العين أو جفاف في العين أو شيء قريب من هذا الشيء، فهي مشكلة بسيطة وعلاجها بسيط. لكن التاري يخبرك أن أفحص وعالج المشكلة الآن دام أنها هي بسيطة قبل أن تصير كبيرة وصير علاجها مكلف أكثر والوقت يحتاجه أكثر. يعني احتمال هاي المشكلة من النوع اللي إذا عالجتها الحين مجرد بقطرات تنتهي منها خلال فترة بسيطة، ولكن إذا تركتها للوقت وأهملتها بسبب انشغالك بالحياة العملية أنها راح تكبر، تكلفك شيء أكثر، تكلفك شيء مثل عملية أو ليزر أو علاج جلسات، فعالجها الآن مع أنها بسيطة وشكلها سخيف. حتى لو كان تحسس بسيط عندك عالج الآن قبل أن يكبر ويعطل لك بعدين حياتك إذا كبر. على الصعيد العاطفي أنت راح أشوفك عندك طاقة الإمبراطور، وهي طاقة نارية، طاقة برج الحمل. أرى أنك راح تأخذ قرارات بشخص هاي الأشخاص، راح تأخذ احتمال إجراءات ولكن لن تكون واضحة، يعني هاي الناس ما راح يعرفون أنك أنت طلعتهم من حياتك، ولكن أنت راح تأخذ هاي القرار بينك وبين نفسك لأن ما في طاقة سيوف. فأنت راح تكون صارم، والتاري يخبرك أن أنت على حق أيضا،
بشأن راح تتضح لك الرؤية في المستقبل مثل ما قلت لك. فبشأن هؤلاء الأشخاص، ما هي حقيقتهم، ما هي نواياهم، أنت راح تكون صح. لا تسمح لهم أن يرجعون إليك ويحسسونك بالذنب، يحسسونك أن أنت تندم، يخلونك أن أنت تحس أن قصرت معاهم، ظلمتهم، خسرتهم. أبدا، كارت الإمبراطور هو الصح وهو عندك أنت. فلا تسمح لأي مشاعر حتى لو كانت بسيطة من الندم أو الحنين لهؤلاء الأشخاص. أبدا، أنت على حق. هاي اللي يخبرني فيه التارو. وأي شيء يحاولون، أي لعبة ثانية، لأن قلت لك راح يكون في تلون، راح يكون في تمثيل من جانبهم، احتمال مو أكيد، راح يكون في يحاولون يدخلون حياتك بأي شكل من الأشكال حتى لو كان بأي رداء. ومن ثم راح تكون أيضا حركة نهائية أن يحاولون يستميلونك بها، يحسسونك بالذنب أن أنت غلط في حقهم، أن أنت ظلمتهم. أبدا، أنت على صح، وهذا مجرد تمثيل. هاي الكارت طالع لي وقاعد أحس بقوة أنه مجرد تمثيلية أخرى من تمثيليات الأشخاص هذين اللي تعودوا على هاي الأسلوب. بخصوص أي أخبار تتوقعها أو منتظرها في المستقبل، إن كان قدمت على وظيفة، تنتظر ترقية، تنتظر موافقة على مشروع معين، تمويل لمشروع معين، فيزا، هجرة، أي شيء أنت تنتظره، كنت تنتظره في المستقبل، احتمال أنك راح تقدم عليه في هاي الفترة. ولكن التاري يخبرني أن أنت شوي متشائم، احتمال لأنك عندك طاقة السيف الصغير، طاقة عدم المعرفة الكاملة، ما عندك الصورة الكاملة، ما راح عن هؤلاء الأشخاص هل فعلا راح يوافقون، شنو راح تكون ردة فعلهم، شنو راح تحصل على المشروع أو لن تحصل عليه، تحصل على رغبتك أو لا. أنت غير واثق وغير عارف، الشيء بالنسبة لك كأنه في الظلام. لدينا الرد عليه ملكة الأكواب. أنت مو فقط راح تحصل على الموافقة، أنت راح تكون جدا موفق في هذا الشيء اللي أنت كنت من فترة تحاول أن تسعى وراه. ممكن يكون أي شيء بالنسبة لك أنت تسعى وراه من فترة طويلة. في هاي الشهر بالذات التوقيت جدا مناسب أن أنت تحصل على الموافقات والقبول من الناس. موافقات قبول، هاي اللي قاعدة أسمعها. راح يكون جدا مو بس فقط موافقة، موافقة بصدر رحب، يعني هاي الأشخاص راح يكونون جدا سعيدين أن يتعاملون معك أو يمنحونك ما ترغب فيه. شهر جدا مليء بالتوافيق لك يا برج الثور، ولكن كن فقط حذر من نوايا الأشخاص المحيطين فيك. راح أسحب لك كارت تبع النصيحة، ومن ثم كارت تبع ما يجب أن تعرفه عن المستقبل. slow down, pause and allow things to unfold. بالضبط، أحس أن هاي تلخيص لكل اللي قلت لك. أنت غير متأكد بخصوص أشخاص معينين، موقف معين، نواياهم تجاهك. التارو يخبرك أن مو شرط الحين تقرر، مو شرط الحين تاخذ إجراء أو قرار مصيري مع هؤلاء الأشخاص. دع الوقت يثبت لك نواياهم، لأن وجوههم الحقيقية راح تبين لك مع الوقت، راح تكتشف الشيء في النهاية. فحاليا ركز على نفسك، على الأشياء اللي أنت مقبل عليها، الأشياء العملية ركز عليها أفضل من أن أنت تستغرق في التفكير بخصوص هؤلاء الأشخاص. وأيضا احتمال أن الأمور تمشي معك في المستقبل بسرعة كبيرة،
من ناحية القبول، فلا تحس أنك على عجلة، خذ الأمور بروية، خذ الأمور بروية عشان ما تحس أن أنت اتخذت أي قرار سريع أو على عجلة. راح أسحب لك كارت أيضا تبع ما يجب أن تعرفه عن المستقبل. The Shadow Queen. Acquiring knowledge, insecurity, manipulation. بالضبط بالضبط. ايش قلت لك؟ هذا كأنها مثل صورة في المراية حق كرت الشيطان. بالضبط. عزيزي برج الثور، أنت الإمبراطور. إذا في أي حد يقدر يكتشف حقيقة نوايا ووجوه هؤلاء الأشخاص فهو أنت. فلا تحس أنك على عجلة أن تأخذ قرار حاليا، لأن أنت عندك أمور أهم. التاريخ يخبرني أن أنت عندك أمور أهم تضع فيها طاقتك وتوجه إليها تركيزك الحين. هؤلاء الأشخاص كن فقط حذر بشكل عام، خل حذرك بشكل عام، أوكي؟ وفي المستقبل ثق بنفسك أن أنت راح تكون عندك مثل طاقة الإمبراطور وتأخذ القرار الصائب، لأن هاي بالنسبة للشادو كوين يعني مثل الطاقة، طاقة الظلام. إذا في أي أحد يقدر يكتشف طاقة الشيطان فهي طاقة الظلام. راح تستطيع أنك تحارب مثل ما نقول النار بالنار. فلا تحس أنك على عجلة، بالعكس خذ راحتك وخليك بارد، ولكن في نفس الوقت كن حذر. شكرا عزيزي برج الثور.